نحن وياكم صبحيتنا صباح لبنان بيتابع فقرات عديدة بانتظاركم من فاشن لفقرة زاست مع شيف نادين أسيس. شيف نادين اليوم رح تحضر سي فود كيك، فحضروا حالكم لنشوف شو هي المكونات يلي رح تشتغل فيها، وفقرات عديدة بانتظاركم كمان مع كل الزملاء بالبرنامج. إنما هلأ محطتنا طبية بامتياز، وخاصة أنه بتدمج الطب مع العلم. الجامعة هي يلي بتصدر دائما المهارات للمجتمع، وجامعة الجيو ما بتقل أهمية عن هالموضوع، وانطلاقتها عم بتكون صاروخية حتى تفرض حالة على الساحة التعليمية الجامعية بلبنان. ب 19 أيار من العام 2016، يعني من فترة كتير قليلة من كم نهار، تم إطلاق نهار طبي بجامعة الـ LGU، الجامعة اللبنانية الألمانية بمنطقة جونيه. هالحملة كانت مجانية لكل الأشخاص لحتى توعيهم أكثر على ثقافة إجراء الفحوصات الطبية. رح نحكي أكثر عن هالموضوع. بصيرنا استضيف معي بالاستوديو دكتور بول مخلوف، عميد كلية الصحة بالجامعة اللبنانية الألمانية. صباح الخير دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا فيك معنا بصباح لبنان. دكتور مخلوف، هنهار يلي شهدته الجامعة ب 19 أيار كان طبي بامتياز، كانت حملة. أول شيء خليني أحكي عن هدف إقامة هنهار، ليه أقامته هيدا النهار تحديدا للعموم يلي استقطب ناس كتار من منطقة جونية للقيام بالفحوصات الطبية؟ مزبوط، نحن بكلية الصحة بالجامعة اللبنانية الألمانية عنا برامج غير البرامج الأكاديمية، برامج ونشاطات اجتماعية صحية لازم نعملها كل سنة. أول شيء نقوي النشاط الصحي بالمناطق كلها بلبنان، وثانيا لنعمل تدريب للتلاميذ تبعنا، وثالثا كمان لنشوف كفاءة الكلية عنا بهيك نشاطات. وكان السنة أحد النشاطات يلي قمنا فيها نأمن نهار طبي مجاني للعموم لمنطقة كسروان والجوار، أكيد بالتعاون مع بلدية جونية اللي مشكورة على تعاونها، وبالتعاون مع كل الأقسام بالكلية عنا، يعني الطلاب كلهم اجتهدوا وكانوا موجودين. قمنا بنشاط كتير مهم، فاجأنا نحن كمنظمين، وفاجأ كمان الإجو، يعني المرضى اللي اجوا تفاجئوا انه كان عندنا كل هالكميه من الفحوصات اللي عملنا لهم اياها، وتفاجئنا كمان بالنتائج يلي لقيناها من ناحيه طبيه ومن ناحيه الفحوصات يلي استباقيه بسموها لامراض اوقات بتكون مزمنه ما حدا معه خبر فيها. نعم دكتور، شو اهميه هالخطوه اول شيء لتفعيل دور الكليه مع الطلاب وان كان الناس، وبنفس الوقت كمان شو اهميتها تجاه العالم كمان يلي اجوا وشاركوا فيها بحرم الجامعه؟ الصحة اليوم كلفيتها شوي صعبة بالفحوصات المخبرية أو الفحوصات الثانية معها، قلنا نحن حنفوت بتنظيم حملة مجانية لكل هالناس اللي بهمهم يعرفوا شوي الأساس تبع صحتهم كيفي، يعني يعرف معه سكري، معه ضغط، معه مواد دهنية، عملنا كمان تخطيط للنفس، عملنا تخطيط للأجر، عملنا حسب الوزن، يعني عندنا قسم تغذية تم بتغذية الإنسان ووزنه وصحته. وكانت هالفحوصات كل الفروع بالكليات، نحن بكلية الصحة عندنا 6 فروع، عندنا فرع التمريض، عندنا فرع الفيزيوثيرابي الفيزيائي العلاج الفيزيائي، عندنا فرع الأشعة، عندنا فرع التغذية، عندنا فرع شو اسمه البيوميديكال يلي بيهتموا بالآلات الطبية. كل هالفروع كانوا مشاركين معنا بطلابهم واساتذتهم كانوا مشاركين معنا بهالنهار وجمعنا، يعني كان المريض يوصل او الشخص ما نعتبره مريض يعني يوصل ونستقبله على الباب ويمرق يعمل فحوصات طبيه، يعمل تخطيط النفس، يعمل تخطيط الاجر، وكان معنا اطباء عم بيساعدونا من مستشفى سيده لبنان يلي كان شارك معنا بالحمله. وهالاشخاص اولا عملوا كل هالفحوصات، وثاني شيء اخذوا وصفات، يعني بالاخر انه طالعين اخذوا نصائح طبيه ووصفات. وهلا بنحكي شوي بالتفصيل عن كل شيء لقيناه وشو كانت نتيجه هالحمله. خلينا نحكي بالبدايه عن الفحوصات اللي اجريت دكتور بها نهار الطبي، كان في فحوصات معينه او يمكن كل مريض نعمل له كونسلتاسيون وتم العمل على الكيس تبعه بطريقه مغايره عن اي مريض ثاني، كيف اشتغلت وكيف نظمته هالنهار؟ كان يستقبل المريض من الباب، يستقبله احد الطلاب ويرافقه لاخر ما يطلع من هذا، عملنا هالتنظيم، يرافق الشخص مش المريض، يرافقه لها يخلص كل
الفحوصات تبعه، كل الجولة تبعه. كان بأول لقاء يلتقي مع الطبيب، والطبيب يقدر يشخص المريض شو بحاجة لأي فحوصات، ويحط له على الملف تبعه أي فحوصات بده يعملون، ويرافقوا هالطالب على كل المراكز لازم يعملون. يعني في ناس كان بدها فحوصات دم، في ناس كان بدها تخطيط نفس، في ناس بدها للإجر، في للتغذية، ويمرق هالشخص مرافق مع هالتلميذ أو الطالب على كل هالأقسام. بس يخلص النتيجة يقراها الطبيب قبل ما يفل، ويقدر يقول له لك حق بهالوصفة أو هالوصفة ونرجع نشوفك بعدين. هيدا كان من ناحية تنظيمية. وكانوا هالطلاب كل اختصاص مستلم مركز لقله، يعني طلاب التمريض اهتموا بالضغط والدم، فئة الدم، طلاب التغذية بالتغذية، طلاب الفيزيوثيرابي بعلاج الإجرين والأوسيوبروز وتخطيط العظم. نعم. كل قسم اهتم. والأساتذة كانوا مشرفين على هالفحوصات. نعم دكتور مخلوف، حكيت عن أشياء مفاجئة صارت، وتحديدا نتائج مفاجئة من ناحية الريزلتس اللي طلعت، أو حتى من ناحية الأشخاص اللي تفاجئوا يمكن بجوانب ما كانوا مكتشفينها، أو يمكن بوادر أمراض معينة كمان يمكن ما كانوا خاضعين لفحوصات طبية من قبل. قد ايه مهمه هالخطوه لتعميم هالثقافه، وكيف اجت المفاجاه؟ يعني شو الامثله اللي فيك تشاركنا فيهم؟ كان عندنا ثلاث مفاجات. اول شيء عدد يلي اجوا على اليوم الصحي المجاني. نعم. كانت الاداره عم بتشكك عنا، تقلنا طيب نحن بكسروان معقول يجي ناس يعملوا فحص مجاني؟ والتحدي كان قوي، واستقبلنا فينا نقول حوالي كم شخص تقريبا؟ تقريبا حوالي من ال 400 وما فوق، يعني نحن وصلنا لحديث 600 شخص باخر النهار. بس لقينا حالنا انه قرب الساعة واحدة ما بقى عنا مواد تنقدر نعمل لهم الفحوصات، لانه ما لنا منتظرين. خطيتوا توقعات؟ خطينا التوقعات بكتير، خاصة انه كانت الادارة عم تقلنا معقول يجي او ما يجي حدا، بس بالفعل اجا ضغط كتير. وكان المهم تاني شيء، تاني مفاجأة، انه لقينا كتير ناس منهم بحياتهم عاملين فحص دم. حتى عنا شباب، في عنا شاب التقى عنا معه سكري 3 جرامات وما معه خبر معه سكري. لقينا ناس عندهم التهابات بالمفاصل وبالاجرين، وعندهم اجرين بحال يرسلها ومنهم معالجين. لقينا ناس عندهم سوء تغذية وسوء فهم للنفس تبعهم، ومنهم عارفين ريتهم عم تنطفي شوي شوي. وهودي الناس كلهم السبب بفكر الرئيسي انه كانوا يخافوا من الكلفية تروح يعملوا فحوصات. ونحن بمنطقة بنعتبرها من ناحية طبية مرتاحة، يعني اذا قلنا كسروان بتقول بكسروان معقول، وطلع بكسروان عندنا نسبة من الناس اللي عاوزين يلاقوا تخطيط او فحوصات مجانيه ما بيلاقوها بسهوله، رغم انه في المستوصفات، حتى المستوصف عم يعتبروه غالي عليهم. هيدي بتدلنا انه الحاله الصحيه عندنا بلبنان قد ما بنقول حالنا متقدمين، ولكن ناقصنا كثير نتقرب اكثر من الطبقه، من كل الطبقات، ونقدر نشوف. حتى ما كان عندنا بس طبقه معينه، كان عندنا كل الطبقات اجوا، يعني عندنا ناس كمان كانوا مرتاحين بس حبوا يعملوا تشيك اب ويشوفوا لحالهم. اكيد على كل حال خطوه من هالنوع هي بتكون تشجيع للجامعه، للطلاب، للجسم الطبي اللي عم يشتغل بهالكليه كمان، مش ضروري بس اذا الواحد بحاجه انه يتوجه لهيك نوع من ايفنتات. خليني احكي شوي عن الطلاب، يعني من بعد ما خلص هيدا النهار شو كان التفاعل؟ شو كان الحديث بيناتكم؟ شو كان رده الفعل بين الطلاب؟ قد ايه كانت اضافه كمان لهم وهن اللي بعدهم على مقاعد الدراسه بكلية الطب؟ أول شيء أنا شكرتهم للطلاب بالكلية، ولح أشكرهم من جديد هون على التلفزيون، وبشكر كتير مهم، لأنه كانوا منظمين وكانوا مهتمين واخدين جدية الطريقة اللي تعملوا فيها مع المريض أو الضيوف. على حال عم نشوفهم كيف كانوا عم يتعاملوا بهالرشز يلي تصوروا وعم نعرضهم نشاركهم مع المشاهدين. هلا بتشوف هيدا كل لقينا من كل طبقات المجتمع، الصغار الكبار الختيرية، هودي الاطباء اللي كانوا عم بيساعدونا، هودي الطلاب، لك ضغط الناس اللي يعني كان موجود. خلية نحل تفضل خلية نحل ومشيت. وكانوا كلهم مهتمين انه يعرفوا شو بهم، وتفاجئوا حتى الاجرين، فحص الاجرين كمان الطلاب عم يهتموا، الضغط، فحص الاكسجين، الضغط، هيدا كمان فحوصات السكري والكوليسترول والتريجليسيريد، هيدا مشان الوزن. نعم. ليك شاب ناصع للوزن. نعم. حتى اطفال كان اطفال كان موجود. نعم. بكل هالاطباء اللي عم يهتموا، هيدا تخطيط النفس يلي ما بينعمل تعرف حلو، وهون كنا نشرح للمريض بالاخر شو صار معه. قد ايه هالثقافه مهمه، يعني ثقافه التوعيه. اوقات منخاف مش بس من الناحيه الماديه، اكيد الوضع الاقتصادي اوقات بيفرض علينا انه نتهرب من الملاحقه او المتابعه الطبيه، وخاصه اذا بنقول مش حاسين بشيء، بنقول خلص بس يصير معنا شيء ساعتها بكون صار.
ولكن أداة من ناحية الثقافة والوعي ضروري هون كمان هالحملة أنه كانت مشددة على كل الناس أنه لا لازم تلاحق ولازم الواحد ما يكبر مشكلته. يعني إذا اكتشف المشكلة يلي ممكن عم بيعاني منها عن عمر أصغر أو عن مرحلة غير متقدمة في حلها يمكن لما توصلوا لمهالك. كتير مزبوط لما تقولوا في شغلة مهمة. اليوم الطب مستقبله معد العلاج وقتها بتوقع بالمرض، صار تقدر تسبق العوارض طبعا المرض وتقدر تتفادى ما يتفاعل هالمرض أكتر. من هيك حملتها التوعية اليوم بتخلينا نكتشف أمراض صاحبها منه عارف أنه هو عنده إياها، ولازم نوصل لوقت نخليهم يتابعوا ويخلصوا من الاشتراكات تبع المرض. مثلا إذا اكتشفنا سكري بأوله في عنا كتير اشتراكات له منتجنبها. إذا اكتشفنا ضغط بأوله كمان منتجنب. معناتها هيدا هالحملات التوعية لازم تصير تنعاد وتصير بكل المناطق اللبنانية. لأن الشعب اللبناني بحاجة لتوعية، ما ينطر تيمرض تيفوت على المستشفى وهون صار علاجه مؤخر. بنعتبر حالنا مأخرين سنوات مش يوم ويومين. يعني اللي بيفوت على المستشفى بمرض يعني مرض وصل له سنتين ثلاثة عم بياكله قبل إذا مش أكتر. دكتور مخلوف، حضرتك عميد كلية الصحة بالجامعة اللبنانية الألمانية. اليوم الجامعة، خلينا نحكي شوي عن هالكلية اللي عم تكبر يوم عن التاني، وعن هالجامعة يلي كمان عم تفرض حالة أكتر وأكتر بالمنطقة وبلبنان لحتى يصير اسم الـ LGU أكتر وأكتر عم يلمع من خلال كل النشاطات ومن خلال الجسم التعليمي يلي عم بيكون مسؤول عن كل شيء بداخلها. إذا بدي أحكي عن كلية الطب تحديدا، شو الاختصاصات أو الصحة، شو الاختصاصات يلي بتتضمنها، شو ليه الخيار بده يكون لعندكم، شو عندكم شيء إضافي؟ ونحن بنعرف أنه الإضافة دائما بالاختصاصات وبالجسم التعليمي يلي عم تعرفوا كيف تختاروه. اولا يعني مش لانه انا عميد هالكليه، بس فيني اقول انه مبدئيا الجامعه اللبنانيه الالمانيه صارت بين كليات الاوائل بالجامعات الخاصه بلبنان، والفضل اكيد للدكتور فوز عضيمي اللي هو المؤسس، وللهيئه الاداريه يلي حطوا لنا براسنا من الاول انه نحن ما بدنا نكون جامعه لا تجاريه ولا جامعه من بيع شدد. بالفعل بيعرفوا طلابنا الجديه يلي منتابع فيها الامتحانات والجديه منتابع فيها البرامج يلي هي اخدين على مستوى اوروبي. يعني احنا عندنا بنستعمل السيستم الاوروبي يلي بتعديل المواد يعني الكريدت، وهالطلاب تبعنا عندنا كمان اتفاقيات مع بلاد باوروبا، وعندنا بلاد بين اوروبا في فرنسا والبانيا. نعم. عاملين معاهدات نحن وياهم او اتفاقيات نحن وياهم مشان تنبدل الطلاب. وعندنا شغلتين بيميزونا، اول شيء عندنا قسم العلاج الفيزيائي يلي هو اقدم قسم كان حد مستشفى سيدة لبنان قبل، وكل تلاميذنا هن رؤساء معاهد كليات الفيزيوثيرابي بكل الجامعات بلبنان. يعني تلاميذنا هن صاروا رؤساء، وهيدا المعهد نحن بنفتخر فيه لانه هالفرع بنفتخر فيه لانه عم بيعطينا نتائج كثير جيده ان كان بالشغل وان كان حتى بالكلوك. عندنا فرع ثاني كثير مميز، عندنا البايو ميديكال نحن يلي هي تصليح الادوات الطبيه. نعم. يلي قبل اذا تخرب ار ام اي او سكانر كنا بدنا نجيب واحد من برا يهتم فيه، نحن عندنا هالاختصاص موجود، وهذا اختصاص كتير مهم للشباب اللبناني لأنه سوق العمل فيه مفتوح، وخاصة أنه نحن عنا اتفاقية مع ألمانيا اللي هي أكتر شيء تشتغل بهاي الآلات، بيقدروا يعملوا ستاج ويروحوا لهونيك يكملوا اختصاص. أكيد، حلو أنه يكون في اختصاصات مش كتير متداولة لحتى يكون في إلها سوق عمل. مزبوط. وعنا التمريض يلي أنا بشدد عليه كتير، التمريض سوق العمل تبعه كتير مهم. نعم. اليوم قلتها بمقابلة غير محل، قلتها كمان برجع بشددها، انه نحن السوق اللبناني وهي لازم نرددها، بحاجه حسب نقيب المستشفيات ونقيبه الممرضات ل 7000 مرضى بالسنه. 7000 مرضى اذا تخرجوا بيلاقوا وظائف دغري. وهالتمريض نحن قسم عندنا اياه كثير مهم، مقدمين له كثير تشجيع. اول شيء التلميذ اللي بتفوت ما بتدفع، عندها بورس دغري بتاخذ بورس. ثاني شيء من ثاني سنه بتلاقي شغل. ثالث شيء التمريض اليوم ما عاد مثل قبل، التمريض اليوم شهاده ليسانس ماستر دكتوراه، تغير التمريض عن الفكره القديمه اللي عندهم اياها الصبايا. في كثير صبايا بلبنان ما عم يعرفوا ما عم يفهموا شو معناتها، كثير مهم يرجعوا يتقدموا. ونحن عندنا مقدمين منحه بنقدم لهم بورس لكل اللي بيتعلموا تمريض، وتلاميذنا من ثاني سنه عم بيلاقوا شغل وعم بيقبضوا، بعدهم ثاني سنه بيتعلموا وبيقبضوا. انا بشجع كثير هالاختصاص. اكيد عندنا التغذيه بعده ماشي، عندنا المختبر كمان ماشي، وعندنا الاشعه الراديولوجيه. كل اختصاصاتنا فينا نقول بالكولوكيوم نحن 100% نجاح،
بالوظائف 100% توظيف، يعني ما في عنا تلميذ عم بيترك اللي عم بيلاقي وظيفة غير. صحيح الحال، هذا اللي معروف عن الجو هي الملاحة أو التأمين كمان لطالب، لأنه لما بيختار هالجامعة بمختلف اختصاصاتها عم بيكون في متابعة دقيقة كمان لسوق العمل، يلي هو كمان أداة دراسة مهمة، أداة هو كمان أهم، لأنه الواحد بده ينمى اقتصادياً بده يأمن مستقبله من هالناحية. دكتور، شو في خطوات مستقبلية عم بتحضروا لها؟ يعني من بعد نهار الصحي ب 19 أيار اللي سبق وحكينا عنه من شوي، في تحضيرات بعرف لقدام، يمكن شو فيك تشاركنا فيها؟ مبدئياً نحن بكلية الصحة برامجنا كده عاملين كمان يوم مهم للمرضات، عملنا نوع من تقييم أو تعليم تثقيف للمرضات، إجينا حوالي 120-125 مرضى من كل لبنان. عم نعمل كمان حملات تسقيفيه زياده صحيه، اكيد هالبرنامج اللي عملناه رح نعمل مثله او مشابه له بالقريب العاجل، اكيد بالصيف بخف شوي النشاط الاكاديمي لانه بيروحوا على الفرص، ولكن بنقعد طلابنا وبنقعد كمان كل الجمهور او سكان المنطقه او غير هالمنطقه، نعم، انه حنقدم لهم خدمات صحيه وطبيه باسرع وقت ممكن على المستوى اللي لازم نقدمه نحن واللي لازم هن يستاهلوه، وان شاء الله خير. ان شاء الله يا رب. يعطيكم الف عافيه دكتور، على امل انه الجامعه تضل دائما عم تلمع والى ازدهار دائم والى هم صحي لكل ابناء المنطقه ولكل لبنان، وبهالتوعيه اللي عم بتقوموا فيها. تفضل كلمة اخيره. في شغله نسيتها انه بتحب اقولها لانه في فرص شغل كمان، نحن بالجامعه فتحنا فرع نعلم الالماني، يعني ناس تتعلم الالماني تتصير استاذ تعلم الالماني بالمدارس. حلو. وهذا الفرع بمجاني، يعني اليوم كل واحد حابب يصير استاذ الماني، نحن في مساهمه بين الدوله الالمانيه وبين الجامعه، نعم، تيعلموا هالطلاب ببلاش، ياخذوا شهاده ليسانس وبصير يعلم بمدارس لبنانيه الالماني، هيدا مجال للشغل، لازم الناس تفكر توظف هالتلميذ اللي ما عارف شو بدها تعمل، هيدا بيخلص شهادته بفوت على الشغل دغري. يعني على كل حال هالفرص اللي عم تفتحون كمان، لمعلومات اكثر بتخيل في الويب سايت اللي هو lgu.edu.lb يلي شو يتوجهوا له كمان، ان كان في اشخاص حابين يعملوا مدرسين لغه المانيه لحتى يعلموا بالمدارس او لمختلف الاختصاصات الثانيه ما يترددوا. يعطيكم الف عافيه وتحيه لجامعه الجيو الجامعه اللبنانيه الالمانيه، وشكرا لوجودك معي عميد كليه الصحه بالجامعه اللبنانيه الالمانيه دكتور بول مخلوف. يا هلا. شكرا.